يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من أخل بأحكام التلاوة والتجويد كالذي لا يأتي بالمدود وخاصة المد المتصل، هل تجوز الصلاة خلفه؟ يا أخي، المطلوب هو تجويد النحو لأن لا يلحن لحنا يخالف النحو، أما مخالفة القواعد التجويد فهذه تكميلية ما تضر، إذا خالفها ما تضر، المطلوب ضبطها نحويا بلغة القرآن التي نزل بها، بأن يرفع المرفوع ويخفض المجرور وينصب المنصوب ويجزم المجزوم، هذا هو المطلوب، هذا هو التجويد المطلوب. وأما التجويد اللي هو الإدغام والغنة والمدود هذه تكميلية، إن حصلت من غير مبالغة فلا بأس، حتى المبالغة ما تجوز فيها، لكن التوسط فيها لا بأس، مكملات هذه محسنات. نعم.